بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم يا شباب في درس جديد. في هذا الدرس أنا مش هشرح شيء، أنا محتاج أتكلم معكم بالنسبة لدروس الكلاس والآي دي. أول شيء يا شباب، البرمجة والتعلم يعني مش حفظ، هو فهم، ومجرد ما أنت فهمت أنت هتحفظهم لحالك. ما حدا يا شباب بدرس درس الاي دي والكلاس يعني يروح يحفظ الكلاس، يعني يروح يحفظ الفرق بيناتهم. لا لا لا، اصبر شوي. انت اول شيء افهم ما الفرق بين الكلاس والاي دي. مجرد انت ما فهمت الفرق هتحفظهم لحالك وغير هيك. طيب واحد حيقول لي بس انا صراحة يعني بعد كم يوم شوي ضيعت وكذا. يعني مش مشكلة، عادي. ان شاء الله هنقريب هندخل بكورس السي اس اس، وداخل كورس السي اس اس شغلنا كله حيكون على الكلاس، هيكون شغلنا كله على الكلاس، هنستعمله على قد يعني هنحفظه ومش هننساها ابدا، لان السي اس اس كلها هنستعمل احنا دائما الكلاس. فانت الان هتذاكر الكلاس بشكل كبير جدا، ومجرد ما ذكرت الكلاس عكسه تماما يعني بيكون الاي دي، خلاص هتحفظهم لحالك. بس مش تجلس، يعني انا بقصد تجلس وتقعد تحفظ ايه مميزات الكلاس، ايه مميزات الاي دي، ما الفرق بيناتهم. لا لا لا، بالسي اس اس الكلاس هنحفظه ويعني وحنزهق منه ان شاء الله. لما ندخل على الجافا سكريبت كمان هندلينا عم نستعمل الاي دي، وكمان يعني هنزهق منه ان شاء الله. وهذا هو يعني هذا بس اللي كنت عايز اتكلم معاكم فيه. ما حدا يعني يفتح الدروس الماضية ويدلو يقعد يذاكر فيها. لا لا، انت بس افهم الفكرة. مجرد ما فهمت الفكرة يعني انت افهم الكلاس، عكس تماما بيكون الاي دي. لو حسيت حالك هتضيع او هتنساه، بالسي اس اس كل شغلنا هيكون معتمد على الكلاس، فمش هتنساها ابدا. هذا هو درس اليوم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.